saying that because if you are looking for pipeline project, there is a compendium, there is a report called From Assets to Flows, which could be the answer to the question. حول الأصول والتدفقات، وهي تتعامل مع الالتزامات التوصيل، وهنا يمكن أن ندفع الأجندة قدما. إذا ما تحدثنا عن المشروعات سوف نكتشف أن الأمر ليس فقط متعلق بقدرة الطلب وقدرة العرض، يجب أن يكون هناك موصلا. كل دولة يجب أن يكون هناك منسقا، يجب أن يكون هناك مايسترو، تكون هناك وزارة لها التفويض ويدعمها قدرات من البنوك متعددة الأطراف للقيام بهذا النوع من التوصيل وهذا النوع من الشبكات. وهذه هذا النوع من المشروعات يجب أن يتم تفعيله وأن يلعب دوراً أساسي. إذا لم يكن هذا موجوداً، إذا لم يكن دولتكم سنغافورة أو كوريا أو اليابان، فإنه ستكون هناك حاجة لنظام مؤسسي. الدول الموجودة هنا تعمل على وضع وعمل منصات حول الطاقة والغذاء والمياه، وأيضا يجب أن يكون هناك منصة خاصة بالبلد تضع الأولويات الخاصة بالمجالات المرتبطة بالمناخ، جميع المجالات المرتبطة بالمناخ، ولكن لدينا بعض القطاعات المرتبطة بالغذاء والماء والطاقة، ولكن جميعها مرتبطة ببعض الصعوبات المرتبطة بالمناخ، ولكن يجب أن يكون هناك نوع من الدعم العملي، ولكن أن نقدم حلول عملية وحلول جيدة من خلال تقديم سلسلة من المشروعات وتقديم الدعم الفني، وأن يكون هناك مناقشات جادة مع الأطراف المختلفة. بالنسبة لأفريقيا يسعدني أن أقول ونحن لدينا اللقاء الثاني الذي يحضره السيدة ماري جابيرو، وأيضا قمنا بعمل فصل خاص بأفريقيا يتعلق بالجهد الخاص بالجي فانز على المستوى العالمي، ونحاول أن نفعل شيئين: أن يكون هناك انسياب للمشروعات كما تم تقديمها. وفي هذه الغرفة بالأمس قمنا بإطلاق مبادرة مهمة جدا جاءت من خلال المناقشات التي تمت في أديس، حين كنا نقوم بتجهيز السلسلة الخاصة بالمشروعات، أن يكون هناك شركة خاصة بالسوق الأفريقي، وأن تخضع للمعايير الدولية، وأن يكون هناك التنظيمات الخاصة بها. وأنا مستريح جدا لأن أقول أن منظم الخدمات المالية لهذا القطاع في مصر هو نفس الشخص الذي يقود العمل في السوق الخاص بأفريقيا، وهو زميلي في جيفان أفريكا. دعونا نسأل هذا السؤال مرة أخرى، ومن خلال كل هذه الحلول العملية التي وضعت فإنني يمكن أن يكون هناك معاملات جادة، وهذا أعلنه أمس في حالة مصر، ولكن يجب أن يكون هناك نقلة في القارة كلها. أعتقد أن هذا وضع جيد بالنسبة وممتاز بالنسبة لنا. تتحمل مصر مسؤولية أن يكون هناك سلسلة من المشروعات. إذن لدينا صوت الشباب، لأنه دائما في هذه الجلسات يكون المسيطر عليها أصحاب الشعر الرمادي، ولكن نحتاج أن نسمع صوت الشباب. لدينا كريشنا عصام من موريشيوس، وسوف يتحدث عن دور الشباب وما يتوقعه الشباب من التمويل، وبعد ذلك سوف نعود إلى المنصة. So hi everyone. مرحبا بالجميع. أنا سعيدة جدا لأنني لن أجلس وأنني سأقف وأتحدث إليكم وأنا ما كل طاقة وحيوية.
أنا سعيدة جدا لكي أرى أن الشباب منخرطين في تلك المبادرات. هذه ثالث مرة أشارك، وهذا يعني أننا لدينا اهتمام بالشباب، وأنا أتطلع إلى كل المناقشات وكل الحوارات التي سوف تحدث فيما يتعلق بالشباب وبصفة خاصة الشباب الإفريقي. إذن أود أن أتحدث قليلا عن الأولويات وحاجات التمويل الخاصة بالشباب الأفارقة. هناك أوجه متعددة وركائز يجب أن نتحدث عنها، ولكن الركيزة الأولى هي التواصل مع الشباب الإفريقي. أنا من موريشس، وكما يقول أنا مرتبطة بقضايا الشباب، ولهذا المنصب الخاص بي أنا لا أفعل شيئا على الأرض، ليس هناك تعامل مع المجتمعات المحلية. نحن نقوم بعمل شبكات وشبكات دولية، ولكن حين يرى الناس هذا اللقب فهذا يبدو أنني شخص رفيع المستوى وأقوم بالكثير من العمل. ولكن الشباب الأفارقة يحتاجون أن يستعيدوا الثقة بأنفسهم والإيمان بأنفسهم، وهذا الذي يجب أن يحدث. ما يجب أن نفعله هو أن يتم هناك عملية لا مركزية للنظم، وأن يساهم الشباب بشكل فاعل على الأرض وفي المجتمعات المحلية. على سبيل المثال، حين أتحدث إلى الشباب فإنهم في أغلب الوقت يقولون نحن نسعى للحصول على الدعم من جهات الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية. هذه الأمور يجب أن تتغير، نحتاج أن يكون هناك أصحاب مصلحة مختلفين وأن يكونوا قادرين على دعم الشباب. هذه أحد المنظورات التي وددت أن أطرحها أمامكم. يجب أن يراني الشباب ويرى الآخرون ويرون جميعا بشكل واحد ونقوم بعمل واحد. والآن حين نتحدث عن التمويل، فإن كل الشباب سوف يقولون أن التمويل أمر هام جدا، وإذا قمنا بعمل دراسة فإننا سنجد أنني حين تحدثت حول أهمية التمويل وإلقاء الضوء عليه، وجدت أن هناك من يقول أنه ليس هناك وعي كبير حول القنوات الخاصة بالتمويل وكيفية الحصول على التمويل. إذن الوصول للتمويل لا يزال أحد الأمور التي تحتاج النظر إليها. هذا هو الأمر الثاني. والجانب الثالث فيما يتعلق بالأولويات، فإننا نتحدث عن أن الشباب يحتاجون، أن قد يقولون أنهم يحصلون على دعم محلي، لا يحصلون على دعم محلي لأن هذه المبادرات الخاصة بهم تكون غير واضحة بشكل كافي. ولكن ما نحتاجه هو أن نخلق شيئا مثل منصة نستطيع من خلالها أن نضع كل هذه المبادرات التي تقوم بها جميع المنظمات على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي، ويجب أن يكون هناك إيمان بهؤلاء الشباب وبمبادرتهم. أوددت أن أقول أن الشباب الأفريقي لديهم النشاط ولديهم الطاقة ولديهم الحماس، لأنهم يواجهون العديد من التحديات. وحين أتحدث إليهم حول مصادر التمويل لمشروعاتهم فإنهم يتحدثون عن المجتمعات المحلية ويتحدثون عن متخدراتهم القليلة. ولذا يمكن أن نرى أنه على الرغم من التحديات وكل الصعوبات التي يواجهها الشباب في حياتهم اليومية، فإنهم أيضا يحاولون أن يحسنوا من مجتمعاتهم. فدعونا نتحد جميعا ونذهب لما هو أبعد من ذلك. إن الأرقام الخاصة بالتمويل أو أدواته، دعونا ننظر بشكل شامل حتى نستطيع أن ننهض ببلادنا. وشكرا، شكرا جزيلا. أعتقد أن هي تتحدث عن نقطة مهمة، وهي أن توصيل صوت الشباب هذا شيء مهم يجب التركيز عليه. الخطوة التالية معنا ميري شابيرا، وهي
وهي حاليا نائب رئيس جيفانس، وهي كانت من قبل ترأس مفوضية الأمن بالولايات المتحدة، وهي أيضا هي كانت عفوا رئيسة للأمانة العامة لجيفانس. أريد أن أشكركم على هذه العروض التقديمية الرائعة، وأتمنى أن تكون مفيدة في المستقبل. تهانينا لكم سيد الرئيس. دعوني أبدأ بأن أشكر الشراكة وأن أشكركم على استضافة هذه الفعالية وهدفكم وأملكم لتحقيق نوع من الانتقال. حين نتحدث عن خطة العمل في حين تأسس خطة العمل في كوب 26، كانت هناك العديد من المؤسسات المالية التي تعهدت بالوصول إلى نقطة صفر انبعاثات، ومنذ هذا الحين فإننا تم إضافة أكثر من 100 عضو في تلك المؤسسات، وتم وضع العديد من المعايير والأحكام الخاصة بهذا الانتقال. وبسبب العمل الذي قامت به جيفانز في آسيا وأفريقيا وفي أمريكا اللاتينية، فإن هذا التحول يحدث بشكل متسق. دعونا نتحدث عن الالتزامات الخاصة بالقطاع، وأولها أن نقوم بأولوياتنا الأولى، وهي إزالة الكربون، وهذا الذي يقودنا إلى الوصول إلى مرحلة صفر انبعاثات. ونحن نحاول أن نصل إلى هذا الانتقال بشكل سريع، والإطار الخاص بجيفان يتعامل مع المعايير الخاصة التي يجب اتخاذها من قبل المؤسسات المالية، وكذلك المصفوفات وأساليب الحوكمة التي يجب اتخاذها لتفعيل مرحلة صفر انبعاثات، وكذلك الاستراتيجيات الخاصة باستراتيجيات التمويل. وأول أن يكون هناك حلول مناخية، وكذلك العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الكربون. وهذه الاستراتيجية تعمل على طرق مبنية على العلم. هنا يمكن أن نقول أن إطار جيفانز يتعامل مع انتقال التمويل واستراتيجياته والتعامل مع تلك المبادرات، ومن خلال استخدام الخطط الانتقالية بناء على الأسس العلمية التي تساهم في إزالة الكربون حتى نصل إلى رأي عام حول هذا الموضوع. نحن هنا نتحدث عن تمويل المشاريع التي تساهم في تخفيض نسب الكربون والوصول إلى نسبة صفر انبعاثات، ونحن هنا مدركين جدا لأهمية هذه الأنشطة التمويلية التي يمكن أن تزيد وتؤدي إلى نشاط في مسألة إزالة الكربون وتخفيض الانبعاثات. نحن أيضا نقدم بعض النصائح وبعض التوجيهات حول تلك المراحل الانتقالية، وكيف يمكن أن يساهم الشباب في هذه المبادرات. أيضا وبشكل أساسي، فإن هذا سوف يساعد المؤسسات المالية في حشد رؤوس الأموال اللازمة للمساهمة في الفرص الخاصة بتقليل الانبعاثات والوصول إلى حد صفر انبعاثات، وكذلك تحقيق انتقال الطاقة أو تحول الطاقة. وهذا يساعدنا أن نصل إلى طاقة نظيفة وطاقة بسعر مناسب. من خلال حشد رؤوس الأموال، فإن لدينا شراكات مع الحكومات والبنوك متعددة الأطراف، وتعمل جي بانك على إيجاد العديد من المنصات، وأن يكون هناك شراكات خاصة بالطاقة، وتعني بالأسواق والاقتصادات الناشئة، وهذا تم في إندونيسيا وفيتنام ومصر.
وأخيرا كل عملنا ملتزم ويصب في قضية الوصول إلى صفر انبعاثات وكذلك تحقيق الانتقال الخاص بالمعلومات حتى نسمح للشركات والمؤسسات المالية والمجتمع المدني وعامة الناس أن يتقدموا نحو الوصول إلى صفر انبعاثات. نشكر المشاركة الأمريكية على في هذا العمل وأيضا التمويلات التي تقدم للوصول إلى المعايير والتوقعات التي نصب إليها، وأيضا نستمر في التعاون ونحن متفائلين حول التأثير الذي يمكن أن نحدثه. شكرا ماري، أعتقد أنك قدمت شرحا وافيا عن العمل الذي تقدمه جيفان والخدمات التي تقدمها لتحقيق التعاون في المجال المالي. لدينا جلسة وحوار، وطلب دكتور محمود أن أمنحه فرصة أخرى للكلام. Okay, thank you so much. شكرا جزيلا. سوف أتحدث بشكل سريع جدا. وكما قالت الشابة من موريشيوس، أود أن ألفت انتباهك إلى منذ بدأنا منذ عدة أعوام قليلة كنا نتحدث عن أهداف التنمية المستدامة، وكانت هناك أفكار للعمل، وكنا نقول أننا نستطيع أن نفعل المزيد بدلا من أن نكون فقط مجرد ضحايا للظلم. إذن هذه المنصة تم عملها منذ عدة أعوام وتقدمت تقدما كبيرا بالتعاون مع البنك الدولي، وأيضا نحاول أن نستجلب العديد من الأفكار الجيدة ونحاول أن نفعلها. لقد بدأنا من هنا من مصر وتناولنا قضية توطين العمل المناخي، وبعض النتائج الخاصة بهذا المشروع وهذه المشروعات الذكية الخضراء يشترك فيها النساء والشابات والشباب وكذلك شركات الناشئة. هذه فكرة نحاول أن ندولها بدءا من المستوى المحلي وإلى مستوى أفريقيا وما وراء ذلك، ونسعى لأن يعمل الجميع معنا في هذا الشأن. وأحد زملائي هنا في الصف الأول تستطيع أن تتحدثي معه ويمكن أن توجهك وتعطيك المزيد من المعلومات حول هذه المبادرة. شكرا، استمتعوا بوجودكم في شرم الشيخ، إنها مدينة عظيمة مليئة بالفرص، استمتعوا بوقتكم وشكرا. شكرا ستيفاني. أعتقد أن لديك شرحا جيدا. هل يمكن أن تسمعيني؟ هل تسمعيني الآن؟ ما نتحدث عنه والملاحظات التي ذكرت هنا. كنا نتحدث عن كوب 26 التي عقدت في جلاسكو والالتزامات المالية التي تم التعهد بها هناك فيما يتعلق بصفر انبعاثات، وكان هناك اثنان من جي فانز مشتركين في هذا الأمر، وأيضا نحن نستمر في العمل مع الأعضاء ومع جي فانز والوصول إلى صفر انبعاثات وتنفيذ الالتزامات. والآن بقى في وجود حوالي 550 منظمة، فإننا يجب أن نعمل من خلال منهجيات مختلفة ونقدم المزيد من الدعم والمزيد من التنفيذ وأيضا تفعيل الكثير من المبادرات لإحداث التقدم. إذا لكي نتحدث عن هذا، أود أن أدعو المتحدث التالي على المنصة. من فضلك تفضل. فلتتفضلوا بالجلوس. إذن نتحدث من اليمين إلى اليسار، معنا رئيس مكتب المكتب السيادي في وزارة الاقتصاد والمالية في أراغواي، ولدينا غريتا سافي وهي رئيسة بنك ستارو وتحالف البنوك، وكنتا تالينجا وهو رئيس
اتحاد صفر انبعاثات ولدينا وهو عضو في التحالف ولدينا الرئيس التنفيذي وعضو مؤسسة صفر انبعاثات. كانت إذا ما كنت أبدأ بك، أنت المؤسس لNZIOA وتم إطلاقها، هذه المؤسسة تم إطلاقها في عام 2020. هل يمكن أن تحدثنا قليلا عن العمل الذي يقومون به في هذا التحالف منذ أن قطع هذا الالتزام ومنذ أن أنشئ هذا التحالف؟ نعم، أولا أود أن أشكركم للفرصة التي منحتوني إياها للحديث هنا. هذا التحالف تم إطلاقه في عام 2019، ومنذ ذلك الحين فإننا يمكن أن استطعنا أن نعرف بعض الأهداف التي حصلنا عليها من خلال التقدم الذي أحرزناه، ونحن نعمل على إنفاذ هذه الأهداف ونعتبر أنفسنا محاسبين لكي ننفذ هذه الأهداف. ولكي نقوم بذلك فإننا نحتاج أن يكون هناك عمل على الأرض يجب مشاهدته. لا يمكن أن يكون هناك تحالف تلو تحالف بدون أن يحدث شيئا على الأرض. ولهذا فإنني أنا أقود العمل الخاص بالتمويل، وكما شرحت ميري وبشكل جيد جدا، فإننا نقدم السقف الخاص بصناعة التمويل بشكل عام، وندعو كل القطاعات لكي تشارك معنا، حيث أن التمويل مجال كبير جدا. وهل تريد أن تحدثنا عما قام به التحالف حتى الآن؟ نحن ننفذ ما نروج إليه، و في بعض المجالات فإننا نحاول أن نذهب لما هو أبعد من ذلك. على سبيل المثال في مجال الغاز والبترول، فإننا لن أدخل في التفاصيل الخاصة بذلك، ولكن لدينا نشاطات قمنا بها، وبعض المستثمرين يكون لديهم مشروعات ومبادرات يودون أن ينفذونها، ولكن إذا ما كانوا أكثر طموحا يستطيعون أن في مجال الطاقة يستطيعوا أن يتواصلوا معنا، ويمكن أن نقول لهم كيف يمكن أن نتعاملوا مع القطاعات المختلفة. شكرا. لدينا 91 جهة التحقت بنا ونعمل على تحقيق أهدافنا. هل يمكن أن تقول لنا كيف يمكن لهذا التقدم أن يحدث في الالتزامات الخاصة بكم، وكذلك التحديات التي واجهتوها، وبصفة خاصة في الدول النامية وفي أيضا الأسواق الناشئة؟ شكرا جزيلا ستيفاني على هذه الفرصة التي منحتني إياها لكي أكون هنا. وقبل أن أبدأ أريد أن أشكر غونتر لأنه يقود، هو أحد القادة لأحد المنظمات المتقدمة جدا والمعنية بإدارة الأصول، ونحن نعتبر وجهان لعملة واحدة حتى نستطيع أن نحدث التقدم. والأمر الأهم هنا هو أننا يجب أن ننظر إلى أهدافنا وإلى خططنا، لأننا حين نتحدث عن الاستثمار حين تأتي من أسواق ناشئة وهي تمثل جزءا أساسيا من الأسواق وبصفة خاصة أسواق الطاقة، فإنني ألاحظ أن هناك شبكات كبيرة خاصة بالطاقة، وهنا أقول أن يجب أن يكون هناك انتقال عملي، وأن يتم التعامل مع الاقتصاديات التي تستثمر فيها. وخطة الانتقال تساعدنا لكي نصل إلى أهداف 2030. ومرة أخرى هذا أمر جيد جدا.
تستطيع من خلال تنفيذ هذه الأهداف أن تقود النظام البيئي، ونستطيع أن نركز على قضية الانبعاثات والمعادن الثقيلة، وهناك الكثير من الموضوعات المرتبطة بهذا الصدد وهذا الأمر. يمكن أن نركز على هذا في الخمس سنوات القادمة، وأنا أشجع وأنا متشجع من خلال الطريقة التي استجابت بها الشركات لعملنا. هم لا يقومون بعمليات إخفاء أو أي شيء، لقد رأينا أن هناك تقدم. شكرا. الأمر حول إحداث التغيير في الاقتصاد الحقيقي، وألا يكون هناك مجالا للفشل. أود أيضا أن أتحدث إليك، لأن أنت تتحدثي على التحالف المصرفي الخاص بصفر انبعاثات ولديكم أهداف. هل يمكن أن تحدثين قليلا عن الطريقة التي تتعاملون بها وبعض الفرص والتحديات التي تواجهنا في مجال البنوك وبصفة خاصة في أمريكا اللاتينية في حالة الانتقال إلى صفر انبعاثات؟ هل يمكن أن أتحدث بالأسبانية؟ دعيني أقول لك شيء أولا عن الاسم الخاص بنا. إنه بنك مملوك للدولة، وهو بنك تجاري مثل كل البنوك في النظام المالي. وإلى جانب هذا فإنه البنك الخاص بالدولة، وهذا يعني أننا نعمل مع الحكومة وكل الخدمات الخاصة بها، ونعمل مع البرلمان ورجال البرلمان ونساء البرلمان والقوى التشريعية والجهاز القضائي، وأيضا مع القوات المسلحة. كل عملنا يكون مع الدولة وأجهزتها. علاوة على ذلك فإننا نعمل مع نسبة 75% من المحليات، والبنك بشكل تقليدي يعمل مع منظمات اجتماعية. هناك آلاف من المنظمات الاجتماعية التي لديها أهداف، وكباعتبارنا بنك تجاري فإننا أيضا نعمل مع شركات ومؤسسات ومشروعات صغيرة. إذن نحن نتعامل مع الأفراد. حوالي 80% من السكان لديهم حساب في بنك تارو، ونحن نقوم بتنفيذ الشمول المالي. وأنا فخورة حين أقول ذلك، لأن هذا يسمح لي بأن أذكر أننا أهم بنك في بلادي. نحن نغطي كل المقاطعات. إذا ما نظرت إلى الخريطة فتستطيعين رؤية أننا لدينا وجود في كل المقاطعات وفي كل الأقاليم. إذن أعتقد أن هذه المكانة في نظامنا المالي تمنحنا الكثير من الفرص حتى نستطيع أن نعمل بشكل قوي، وأن نقرر ما الذي يمكن أن نقوم به لكي نقدم المساعدة ولكي نعمل بشكل أفضل. بالطبع نقوم بقياس ومراجعة كيف تقول كلمة بنتال؟ لدينا جهاز لقياس المخاطر البيئية. We have a big part of our portfolio. لدينا
إجراءات خاصة بهذا الشأن، وأيضا نحن نعمل على ترتيب التزاماتنا لكي نصل إلى مرحلة صفر انبعاثات بحلول عام 2050. Last week we signed the what is called a commitment letter on an. لدينا أيضا خطاب التزام فيما يتعلق بقضية إزالة الغابات. It's very difficult to. الأمر صعب جدا to go for it. أن يتم تنفيذه من جانبين. الجانب الأول أن لدينا شركات كبرى تعمل في مجال صناعة لب الورق، وقد لا تكون هذه المشكلة. لديهم المال ولديهم القرارات التي يتخذونها فيما يتعلق بالتحويل أو الانتقال، ولكن يجب أن نعتني بكل القضايا الأخرى الخاصة بإزالة الغابات وتداعياتها في جنوب شيلي على سبيل المثال. يتم بناء المنازل من الأخشاب، وهذا أيضا يؤدي إلى إزالة الغابات. ما أود أن أقوله هو أن كل قرار يتم اتخاذه يجب أن يتم النظر إلى تداعياته وما إذا كان هذا التحول قد سيكون جيدا للجميع أم لا، حتى لا يترك أحد خلف الركب. يجب أن تعاون مع جميع الفئات وبصفة خاصة الفئات المستضعفة. شكرا جزيلا. أعلم أن قضية الانتقال قضية مهمة جدا، وأود هنا أن نتحدث عن السياسات وننتقل من حديث إلى حديث، ونتحدث هنا عن البيئة ونتحدث عن القطاع الخاص والأهداف الخاصة بالوصول إلى نسبة صفر انبعاثات. هل يمكن أن تحدثني عن الروابط المستدامة؟ هل يمكن أن تحدثنا عن هذه الابتكارات الخاصة بكم التي يمنحها تمويل القطاع الخاص؟ شكرا على الدعوة. We see a compelling opportunity. نحن نرى أن هناك فرصة كبيرة وهناك حاجة ملحة لكي نقدم أدوات تمويلية في ظل وجود مؤشرات بيئية تساعد على النجاح في تنمية هذه المؤسسات، ويجب أن نستمر في إيجاد الأدوات التمويلية تحت شروط تعتمد على مشاركة الدول في تحقيق المصلحة العامة، حتى نصل إلى تحقيق أفضل وصناعة أفضل القرارات. عبر العامين الماضيين قامت حكومة أراغواي ومن خلال خمس وزارات قامت بإصدار سند سياسي مرتبط بمؤشرات البيئة والمناخ والتي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة. ومنذ ثلاثة أسابيع انتقلنا إلى الأسواق العالمية من خلال هذه السندات السيادية. إذن دعيني ألقي الضوء على ما نراه وما نستمر في رؤيته باعتباره أحد العوامل المحددة لتنمية تلك الأدوات التمويلية السيادية. دعيني أتحدث بشكل سريع عن جانب العرض والطلب. فيما يتعلق بجانب العرض فإننا نرى أن هذا الأمر فاعل جدا حين نتحدث باعتبارنا صانع الاستراتيجيات. حين نتحدث عن الالتزامات والأولويات فإننا بذلك نقوي الالتزام بأجندة الاستدامة ونزيد العنصر المحاسبة المرتبط بالعمل المناخي. وأيضا نحن نود أن يكون
لدينا الرغبة في الوفاء بالتزاماتنا، وهذا ليس فقط مرتبط بالشركات، هذه الدولة جميعها يجب أن تنخرط في هذا العمل. يجب أن يكون هناك التزام مناخي خاص بالدولة جميعها. السبب الثاني الذي يجعلنا ننتقل إلى هذه الأدوات هو النتائج التوصيل. أنا أتكلم بشكل محدد جدا وبشكل يمكن قياسه. يجب أن تختار مؤشران. المؤشر الأول هو تقليل انبعاث غازات الاحترار الاحتباس الحراري، وهذا سيجعل اقتصادنا في وضع أفضل، وهذا سيقلل من الكربون. ونحن نذهب لما هو أبعد من ذلك وننظر إلى الجانب الآخر من المعادلة، ليس فقط قضية الانبعاثات، نحن نتحدث عن قضية الحصول على الكربون. نحن نحاول أن نحافظ على نسبة 100% من غاباتنا في بلادنا، ولدينا التزامات ولدينا جدول زمني ينتهي في عام 2025، ليس عام 2030 ولكن ولا عام 2050 ولكن عام 2025. لدينا إرادة سياسية حول تنفيذ هذه الالتزامات. والسبب الثالث هو أننا لدينا الفرصة لكي نربط رؤوس الأموال بالأهداف الخاصة بالدولة وأهداف التنمية المستدامة. إذا ما كانت هناك أهداف طموحة فإن هذا سيقلل بالفعل التكلفة، وهذه آلية محفزة. إنها المرة الأولى التي يوجد هنا في خلال أحد السندات المالية. وأخيراً بالنسبة لبلادي، فلا يمكن أن نرى مشروعات مستدامة، ولهذا فإن إذا كنا نتحدث عن الدول الصغيرة وإذا كان هناك أي مشكلة في قضية السندات، فإن الشيء الجيد الخاص بربط إيجاد ربط زمني بين السند هو ذلك الالتزام. نحتاج أن ننشط هذه الأهداف في خلال الأعوام القادمة. ولكي أختم، من جانب المستثمرين الذين أتوا إلى كوب 26، كان هناك مؤسسات ملتزمة بأن يكون هناك صفر انبعاثات في المستقبل، وأن يكون هناك رؤوس أموال وتدفقات لدعم الأصول التي تجعل الدول قابلة للتكيف مع اتفاقية باريس. ولكن في النهاية لم ينتهي الأمر كما أردنا. لذلك حين قمنا بذلك فإننا نسمح للمستثمرين أن يكون لديهم اتفاقيات، وهذا الشيء الذي أردت أن ألقي الضوء عليه. في عام 2021 قمنا بتبادل الكثير من الأفكار وحصلنا على كثير من الدعم، وكنا نقول للمستثمرين إذا ما أردنا أن نحدث تقدم في تحقيق الالتزام يجب أن يكون كل طرف مسؤولا ومحاسبا عن تعهداته. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هذا أمر رائع. نحن نحاول أن نقرب الأمور بالنسبة لبعضنا البعض. فيما يتعلق بالمتطلبات الخاصة بعملائنا، فإن لدينا الكثير من التأثيرات الإيجابية ولدينا الولايات المختلفة، ونحاول أن نجد نوعا من الإصدارات على المستوى السياسي وعلى مستوى الشركات. وهذا يختلف كثيرا عن الولايات أو التعهدات الأخرى. الأمر كثيرا ما يساء فهمه.
إذا ما لم يكن لديك المال الذي تستثمره فلنأخذ أموال العملاء، وهذا ليس بالأمر الصحيح. نحن نقوم بإجراء وبتقديم النصح الخاص بعملية التنفيذ. إذا من المهم أن نرى سلاسل الإمداد تعمل، إذا ما كان الإصدار واضحا وإذا كانت القضايا واضحة وإذا ما كان هناك تنسيقا فإننا نستطيع أن نجعل الحياة أكثر سهولة. ولكن كما ذكرنا آنفا فإننا لا يمكن أن نتجاهل هذه الشركات وهذه الأعمال. هذا ولدينا جارنا وهو مثال مهم على ذلك، يجب أن نحدث نقلة، وهذا يحتاج قدرا كبيرا من رؤوس الأموال. ونحن نعمل على ألا يكون عملنا يتم بشكل عشوائي. لدينا الجميع يحصل على عائد، الجميع يحصل على عائد في الوقت المناسب وفي الوقت الصحيح. هناك التزامات يجب أن تنفذ تجاه العملاء من خلال الأنصبة المختلفة الخاصة بكل عميل، وهذا هو هذه العملية المهمة الخاصة بالموضوع، أننا نعمل لمصلحة المستثمرين الخاصين بنا. يجب أن نحافظ على القيمة المملوكة للمستثمرين لدينا، وهذا كما ذكرت ماري من قبل، إنها عملية ماهرة جدا وذكية وناجحة جدا. ممتاز. هل يمكن أن تحدثنا عن وصف هذه القضية؟ الأمر كما شرح زميلي، ما نحاول أن نحصل على العرض والطلب عفوا، وأن يكون هناك عمل في هذه الاتجاهات، وأن يكون هناك مستثمرين ويكون هناك شركات لدينا مناقشات معهم حول كيفية تحقيق هذا الانتقال وكيفية أن يكون هذا الانفراد. يجب أن يكون هناك خطط انتقال ويمكن أن تكون طموحة. إذا ما جاء أحد الموردين وكان هناك شيئا تم الحديث عنه قبل ذلك وكما ذكر زميلي من قبل، فإنه يكون من الواضح أننا نحتاج لأمثلة، ولكن هذه أمثلة تحدث في دول أخرى. يجب أن تكون هناك شركات تعمل في هذا الاتجاه، ويحتاج أن يكون هناك مدير للأصول، ويكون هناك منتجات تسمح بشكل كبير أن يتم إدارة هذا النوع من الأصول، ونحتاج أن نكون لدينا أصحاب لتلك الأصول الذين يستطيعون التعامل معها بشكل مناسب لتحقيق تلك الأهداف. نحتاج أن يكون لدينا فهم كامل حول التغير الكبير الذي يمكن أن نحدثه لتعظيم الفائدة الخاصة بها، وأن يكون لدينا السلسلة مكتملة. نحتاج أن نناقش كيف يمكن لهذه الأمثلة أن تكون ملهمة للآخرين. الأمر خاص كله بزيادة عمل العمل الخاص بالشركات وعفوا التشبيكات. يجب هنا نحن نتحدث إلى أنفسنا. رجال الماليات يتحدثون مع بعضهم البعض، وشركات التأمين والبنوك الأجنبية، كل فرد يتحدث بشكل منفرد. لذا نحتاج أن يكون هناك مناقشات جماعية حتى نستطيع أن تتحسن أوضاعنا بشكل جماعي. Excellent. And with that, Jessica, I'll turn to you as well to give a reaction to what you've heard from the others just now. I,
أريد أن أعود إلى هذا الالتزام الذي كنا نتحدث عنه باعتباره مثال حول الطريقة التي يمكن أن يتم بها تنفيذ الأمور حين نعمل على نهج قياس كل شيء، قياس المهمات الخاصة بنا وقياس التمويل الذي نحصل عليه وغيره من الأشياء، وقياس كل شيء نستطيع الحصول عليه. وعلى الجانب الآخر فإننا نحتاج أن نطور منتجات خضراء وأن نعمل